صلاح من الثلاثة. عارف انت، وفي احساسين عندي. الاحساس الاولاني بالنسبه لي اللي انا عايز ابينه للناس، اللي هو عادي. طبعا ده احساسنا كلنا يعني. تالت في الثلاثه الاوائل مش ده المهم، المهم ان شاء الله هيكسبها، ده المهم. ما ده اللي سالت فيه وليد، يعني هل حاسس انها هنفرح بالتالت او هيبقى التاني زق لقدام ما هو دي بقى الشخصيه التانيه اللي ولا جوايا، الاول؟ عارف بقى، اللي هي لما بيحصل لك حاجه حلوه في حياتك، وانت بما انك بني ادم بتاع كوره، فبتتخيل كل الاحتفالات بتاعت الكرة اللي بتحبها اللي بتشوفها في حياتك. ممكن تتنطط، ممكن تبوس الدبلة، ممكن تسجد، ممكن ترفع ايدك. فانا جوا يعني، انا اول ما قريت اللي هو ابن الذين، فاهم، جول، احنا ثلاثة تاني يعني، في الثلاثة الاوائل تاني، ما حدش فينا متخيلها، ما حدش فينا متخيلها في اول الرحلة. بس الكاركتر الاولاني اللي حكيت لك عليه هو بتاع عادي، هو ده اللي مسيطر دلوقتي في الميديا، هو الواقعي. وده اللي عاجبني قوي، ان بقى عادي. فزمان لما كان صلاح حصل الموقف بتاعه بتاع راموس، كان رايي ان الناس كلها زعلانه، بس لازم الناس تفهم ان صلاح بقى بيلعب في نادي كبير جدا، في سيستم ممتاز جدا، مع مدرب كبير جدا، على مستوى عالمي يساعده، وهو جاهز تماما للانفجار اول ما يلاقي الحته دي. فكنت مش زعلان بعد ماتش ليفربول وريال مدريد على صلاح، على قد ما كنت متأكد انه راجع تاني وهيعملها. طيب وقد كان، قبل ما اعرف رأيك اذا كان هياخد اول او تاني او تالت، يعني عايز بس من بالون دور لذا بيست، يعني الكام يوم دول او الكام شهر، لو ما عندنا الشهر اظن شهر ونص مثلا عن الفتره دي، الاعلام الانجليزي شفناه بعد بالون دور ده في رد فعل قوي جدا من اللعيبه ومن اللعيبه القديمه ومن الصحفيين، واي حد صلاح بيعمل اي حاجه في الملعب بيدوس على طول انه بص شوف بيعمل ايه، بص شوف بيعمل ايه. احساسي ان ده كان له تأثير يعز على الفيفا، غير ان صلاح يستحق، بس ده كان له تقل. هقول لك على حاجة، أعتقد العكس. أنا معرفش إيه اللي خلاهم يفكروا في إنه سابع. أنا فاهم كويس قوي غضب الإعلام الإنجليزي، وفاهم كويس قوي إنه من الثلاثة الأوائل، وكنت هبقى فاهم لو مش من الثلاثة الأوائل بس في ترتيب متقدم شوية، إنما سابع. فالناس كلها فعلا استغربت، لأن مش لأننا مصريين ولأننا عاطفيين، لا، لأن فعلا سابع. سابع مين؟ احنا ما فيش يوم بيعدي في الجورنان غير الجرايد الانجليزيه، غير وفي ورقه على اليمين فيها اشاده بصلاح وليفربول، وشمال العقد، لا، وفيها المشكله بتاعت كريستيانو رونالدو ورانجنيك، والكتيبه البرتغاليه تعترض، وهل انا او انت غير شرط القياده، واي مانشستر يونايتد الى اين؟ ففي الاخر قصدي الناس كلها اللي سابقه محمد صلاح هي في الحقيقه هي في مشاكل، ومحمد صلاح في تميز، فايه اللي يخليهم متقدمين عنه في الترتيب؟ ده اللي ما حدش كان فاهمه، والحمد لله ان جايزه ذا بيست. ويا اخي سبحان الله، لاول مره في حياتي، انت عارف ان دايما الحاجه المشهوره ان جايزه فرانس فوتبول دي بتاعه الناس اللي بتتالق وبتتعب وبتكد، هي الحقيقه اكتر. والجايزه بتاعت الفيفا هي الجايزه اللي بيتدخل فيها عناصر اخرى زي المعلنين وزي مين الدوري الاكثر تهوهجا في الفتره الحاليه. حاليا اللي حصل كان العكس تماما يعني، وبرضه فيها ده أكيد. يعني انا حاسس ان فيها ده، انه برضه الصخب اللي موجود ورا صلاح دلوقتي فرق، ده احساسي الله اعلم، بس حسيت انه فعلا كان هيبقى كانها صفعه اولا لبالون دور، انه الراجل اللي انتوا عملتوه سابع، لا هو لازم يخش من الثلاثه، ولو تاثير الانجليزي هنا فرق شويه والله اعلم. هو لازم كان يدخل من الثلاثه، او على الاقل ما كانش فعلا يبقى سابع. بس بشكل عام يعني، هي الفكره كمان، انا فاهمك، هو خلينا نكون منصفين ومنطقيين، في ايام كان بيحكم فيها الدوري الاسباني الكره في العالم، وفي ايام كان بيحكم فيها الدوري الايطالي كره في العالم. دلوقتي وقت الدوري الانجليزي. ففي الاول وفي الاخر الاعلام الانجليزي صوته قوي، الناس كلها عارفه كويس ان، او بتقول دايما ان ريال مدريد ليه ايد اكتر، وان برشلونه ليه ايد اكتر، وان السبونسرز يحبوا الناس اللي تكسب من هناك. ايوه، بس ده كان سنه كام؟ صح. يا دلوقتي المسألة بتتغير، وجايز جدا، وجاهز جدا ريال مدريد وبرشلونة للانقضاض مرة أخرى على كرة القدم العالمية، لأن عندهم من الإرث والتاريخ الكبير، وجاهزين يعني. هم ريال مدريد ده عمل الجالاكتيكوس الأولانية، فخلى الناس كلها عارفة أن هو ده النادي الأجمل في العالم. صح. في وجهة نظر السبونسرز والجمهور واللاعبين، فبالتالي هو جاهز على أن دخل مبابي، دخل هالاند، دخل صلاح يمكن. فتلاقي في الاخر الدنيا فيها مره تانية ان ريال مدريد وبرشلونه على السطح، انما حتى هذه اللحظه في الوقت الحالي انت بتتكلم في ان محمد صلاح بيمثل الدوري الانجليزي كله، وهو افضل لاعب في الدوري الانجليزي بلا جدال يعني.